قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن مصر تسلمت 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة بالساحل الشمالي، مشيرا إلى أنها ستتسلم غدا 5 مليارات دولار أخرى مع اتخاذ إجراءات تحويل 5 مليارات دولار من الوديعة الإماراتية إلى الجنيه المصري. أضاف أنه خلال شهرين ستستكمل مصر مبلغ 35 مليار دولار استثمارا مباشرا، بخلاف 35% ستحصل عليها الحكومة المصرية من صافي أرباح المشروع. أشار مدبولي إلى أن لجنة وزارية خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة ستشكل على أن تكون مهمتها تيسير الإجراءات وتذليل العقبات.